للقاهرة مرة تانية، وتحديدا القاهرة الجديدة، الامتداد الجديد للقاهرة، مدينتي زي ما احنا شايفين على الهوا. مدينتي طبعا تعتبر واحدة كده من أشهر المدن الجديدة، بيسموها كده من مدن الجيل الثالث في مصر. تم إنشائها في إطار جهود الدولة للتوسع العمراني خارج حدود محافظة القاهرة التقليدية. زي ما احنا شايفين مدينتي بتتميز، مدينتي والرحاب وغيرها من المدن الجديدة، بتنظيم الجيد جدا، الشوارع والمرافق زي ما احنا شايفين الصورة من فوق، وإطلالة لمدينتي. طبعا مدينتي يعني بجوارها على طول مدينة الشروق، وقبلها مدينة الرحاب، وده يعتبر طريق القاهرة سويس الصحراء.